سامي الصانع حسين بابا يعقوب الطاهر جراح العتيجي، واضح ايضا تشكيله مخرجنا يعني معطيكم الاسماء، روجيريو اللاسانا، حسين حاكم، وليد علي، خالد عجب، وعبد الهادي الخميس. هذه هي والمدرب محمد عبد الله بعد اقاله طبعا الكرواتي ادراغان. وليد الشطي حكم مباراه وقبله مع ماكينجا بالانف، وهذه كبيره يعني لان الاثنين هم كباتنا وعارفين الامور، وكان ايضا يلعب بنادي الكويت ماكينجا الانغولي. وطاقم التحكيم اللي امامك وليد الشطي حكما للساحه، محمد العنيزي حكم مساعد اول، عمار شكناني حكم مساعد ثاني، علي طالب الدولي الاخر هو الحكم الرابع. بينما يراقب المباراه جعفر الحداد ومقيم الحكام راضي الحداد. التوفيق ان شاء الله لطاقم التحكيم وللفريقين. والجهره في حراسه المرمى سيكون سطام الحسيني، على اليمين عبد العزيز هلال، نينو البرازيلي، احمد حسن، طلال ماجد، في الوسط محمد دهش، ماكينجا الانغولي، عبد الرحمن السرب، الفيصل زايد، محمد سعد، والهداف هداف الجهره كارلوس خالد عجب. لكن عبد العزيز هلال نزل على طول وشال الكره من امام خالد عجب. خالد على فكره يلعب اليوم مكان ارنولد سيمون الكاميروني المحترف، وهذه خطيره ممكن تلعب وبيحطها بالجول، يشيلها بيشيلها الى اول ركنيه، شيلها الى اول ركنيه احمد حسن ونينو. الحقيقه نينو يعني نزل دائما للوسط ويحاول، ماكينجا على طول يغير في اليسار، طلال ماجد، طلال يحاول فيها يرجع مره ثانيه، ماكينجا بالنوز لفيصل، فيصل يتقدم مع البرازيلي، خطير 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 خطير، ولكن بيد حارس المرمى كارلوس فينيسيوس، خطير لكن مصعب الكندري حصلها، مصعب الكندري حصلها. الجهرة ايضا بيضغط، وفينيسيوس مع فيصل غازي كرتين، ومر من الاول ومر من الثاني، ومهاري اللاعب هذا وهداف ايضا، لكنها كانت سهلة. والمصعب ليعقوب الطاه، سين حاكم، سين يرسل سريعة وخطيرة، لو حصلها خطيرة بحطها بالجول، خطير روجيريو لم يظهر خلال ال 13 دقيقة أبدا، لكن في كرة طويلة وحلوة ملعوبة بالشكل الصحيح روجيريو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13، الدقيقة 13 الهدف الأول. شوف شوف روجيريو خطير ومهاري ويضعها بكل ثقة بيساره في مرمى سطام الحسيني. هدف الأول يأتي، شوف شوف روجيريو الحقيقة لما حصل الكرة وعنده المهارة ما عليه خوف. يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بطاقم تحكيم مع محمد الفرحان وعبد الله مراد وعباس الشمري رابعا، وهنا في صافرة والخطأ والإنذار يأتي على جراح العتيجي. إذا أول إنذار، أول إنذار بسامة من وليد الشطي، إنذار حاول المرور ودخول من جراح في الدقيقة 20 إلى ماكينجا في النص، يحاول فيصل عبا، فيصل زايد عبا صح، والمحاولة ممكن وخطأ لفينيسيوس، خطأ لفينيسيوس، يقولون لا عطى كرت أصفر، يقول لا هذا القرار راجع لي وليد شطي طبعا عند الجهاز ويتكلم مع زملائه. شوف فينيسيوس حقيقة مهاري وخطير، هو مع يعقوب الطاهر، والإعاقة واضحة والخطأ واضح والصفارة أيضا كانت موجودة، لكن يبقى العقوبة الإدارية هذه تعود لحكم المباراة، وثلاث أربع لاعبين موجودين الحقيقة بتغطية، لكن الخطأ هذا مكانه حلو بالنسبة لنادي الجهرة، وممكن يعني يستقلونه ويتعادلون بكرة ثابتة. أحيانا أنت ما فينيسيوس، كارلوس فينيسيوس البرازيلي أو نينو، لا والله نينو، نينو البرازيلي، نينو فينيسيوس، الله ما رحم لا الكرة ولا حارس المرمى ولا الشبك، غوية فينيسيوس، كارلوس فينيسيوس هوش نينو برازيلي، لكن لعبها غوية في الدقيقة 23، في الدقيقة 23 بعد 10 دقائق. شوف 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 الله على غوته،
الله على قوته فينيسيوس ما تعامل معاها بأي هدوء. لا 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 يعني قوية في المرمى مام الحيطة البشرية من خمسة لاعبين وما قدر عليها مصعب الكندري كهدف أول حلو الحقيقة هدف التعادل. إذن وليد علي حاول مقطوع على سانة عجمي بيحصلها ماد فينيسيوس بيمور ويحاول يتقدم فينيسيوس والسربل على اليمين ممكن لا زالت كرة معاه خطيرة بيشوت الشبك الخارجي وتلمس إلى ركنية الشبك الخارجي مع ركنية هي الأولى لنادي الجهرة ركنية الأولى لنادي شوف فينيسيوس حقيقة أخذها من وسط الملعب ووصل لمنطقة 18 سدد لكنها تضرب حسين وحاكم لمست حسين حاكم ولا رايحة على المرمى دقيقة 27 ركنية تلعب رمية تماس لاسانا قطعت إلى ماكينجا صافرة والخطأ ماكينجا هدي شوية وخلي بالك لا تعترض والاعتراض في كرت أصفر شوف هذه اللعبة يقول ما فيها شيء طبعا ماكينجا لكن حكم مباراة هو قرر نقطة والركنية ملعوبة لكن تبعد على طول من أحمد حسن محرك البحريني في صدارة المجموعة هذه وفنجو الجهرة عندهم نقطة نقطة هذه محاولة على اليمين دهش يتقدم دهش كرة سكر عليه ما يعطيه فرصة حسين حاكم ترجع مرة ثانية فينيسيوس الله خطير كرة لما توصل عند كارلوس فينيسيوس البرازيلي يخوف ولذلك لعبها بشماله لكن برافو ايضا مصعب الكندري صان يعني شاف الزاويه وراح عينه على الزاويه وفعلا غير اتجاهه من اليمين لليسار وشال كره ايضا ممكن تكون فيها خطوره لنادي الجار صافره والخطا هذه الكره الاخيره شوف مصعب كان بيروح يمين بعدين لما جراح بيلعب كرة والرأسية جول وراية قلنا جول لكن ما شفنا الراية في البداية وراية وتسلل حكم المباراة عمار أشكناني عمار أشكناني دقيقة 32 والكرة اللي لعبت أولاسانا العوبة حاول يمر لكن خطأ لنادي الكويت على عزيز هلال خطأ شوف حسين حاكم يحاول لاسانا للشطي والكرة الثابتة الآن لنادي الكويت حسين حاكم لعبها قوية الله حلوة كرتها طيبة الحقيقة من حسين حاكم لكنها خارج الملعب إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى شوف لعبة حسين حاكم الأخيرة لكنها خارج الملعب إلى ضربة مرمى لعبة لجراح يقطعها عبد الرحمن السربل بيمور وخطأ على جراح العتيجي ويعتذر الآن قاطع على جراح وجراح طبعا عنده انذار شوف محتاجين على وليد الشطي على ليش ما اعطى كرت اصفر ثاني وخلاص حكم مباراة هو الادرى نقول وهو شوف هذه الكرة والإعاقة واضحة والصافرة ايضا موجودة كان طبعا جراح عنده انذار في الدقيقة 20 وممكن يعرض نفسه لانذار ثاني في اي كره مثل هذه ولذلك اللي عندهم انذار محمد سعد العجمي وجراح العتيجي عليهم خطيره بيحطها بالجول حط محمد سعد العجمي في الدقيقه 35 الشوط الاول والهدف الثاني
لنادي الجهرة محمد سعد العجمي. لو انه واخذ انذار مبكر بعد الانذار راح سجل اسمه بخانة الحكم. شوف فينيسيوس، شوف خطير فينيسيوس، التمرير والمهارة عنده والسرعة، ولما لمح شوف رفع راسه لعبها على طول وخطفها من امام المدافع، خطفها ومر صح. محمد سعد العجمي يضعها بكل ثقة داخل المرمى. الهدف الثاني محمد سعد العجمي، لكن ايضا من صنع اقول يعني فينيسيوس، شوف شلون اخذها من بين الاثنين. برافو برافو محمد سعد صح العجمي الكويت. جراح بيلعبها جراح ولافه والحارس يبعدها، طام الحسيني بيبعدها في اللحظه لحسين حاكم. حسين بيلعب طويله طويله ناحيه الخميس، لكن يا سلام اينو على صدره بيلمها كل ثقه طاح روجيريو، والهجمه لنادي الكويت. عبد الهادي الخميس، خميس بيجرب نفسه بيشوت، الله حلوه وجميله من الاثنين، حلوه وجميله للاثنين. عبد الهادي الخميس يلم كره ويضعها على يساره قويه، شوف وتألق من حارس المرمى يشيلها الى الركنيه الثالثه، يشيلها سطام الحسيني الى ركنيه شفاء العاجل، لان محتاجه منتخب الكويت، وهذه كره ملعوبه وحتى ناديه الغاتسيه محتاجه، لان لاعب مثل حسين فاضل الحقيقه يذكر تماما. هذه كره ملعوبه، روجيريو، خميس، خميس سريع والخميس يحاول يمر، مر الخميس وكره معاه ويوصل منطقه 18 لعبه ارضيه ولا لا؟ لعجب جول، عجب بيسجل هدف ثاني لنادي الكويت، واعتراض من نادي الجهرة على الهدف، يطالبون بفاول ووليد الشطي يقول ما فيها شيء ما في خطأ، والهدف يأتي في الدقيقة 42، في الدقيقة 42 الهدف الثاني لنادي الكويت. شوف 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 الخميس هنا يطالبون بالخطأ طبعا، لكنه سريع وقوي حقيقة، يمرر الكرة على طبق من ذهب لخالد عجب، يسجل هدف من تمريره تعب عليها نقول عبد الهادي الخميس. الهدف الثاني لنادي الكويت، عجب لعبه بينيه للخميس بيرد له الدين، لكنه ما وصلت لي الخميس، لان الخميس هو سلمها كره على طبق من ذهب وسجل منها الهدف الثاني. دقيقه 42، وليد لسانه، الخميس سريع، الخميس سريع، الخميس سريع، الخميس سريع، جول ولا لا؟ ما دخلت، مالك حظ، مالك نصيب، انت اخذت الكرة صح وضاعت في الدقيقة. سيد الحقيقة صاحب السرعة، صاحب الانطلاقات لنادي الكويت، شوف هذه الكرة الأخيرة وين حطها؟ حطها بالزاوية الصعبة فعلا في اليسار هناك، تضرب في الغائم، لكن الغائم يقول لا ما رايحة تدخلين داخل المرمى، ويحصلها سطام الحسيني، ومع هذه الكرة ينهي حكم مباراة الدولي وليد الشطي شوط أول ينتهي بأربعة أهداف، هدفين لنادي الكويت، هدفين لنادي الجهرة. حتى أنا ألتقي معكم وبداية الشوط الثاني، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا فينيسيوس سجل للجهره، وايضا محمد سعد العجمي. خيريو عبد الرحمن السربل، سربل باليمين بالخطا، جراح العتيجي قطعها في اللعبه الى روجيريو، الهجمه لنادي الكويت ملعوبه بينيه للخميس ويحاول يحصلها الخميس، وخطا خطا على اللاعب طلال ماجد، على طلال ماجد انفراد يعني الخميس بعد ما الكرة وصلته، شوف 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 نطرها، وخطأ من الدفاع أخذها والشد واضح، والكرت الأصفر من وليد الشطي. حسين بابا بيلعب كرة طويلة تجاه خالد وليد علي براسه لعبد الهادي الخميس، يا سلام برافو الحقيقة، مجهود طيب عبد الهادي الخميس، وهنا يكسب خطأ عبد الهادي الخميس، مجهود طيب له، ولكن اقوى على العموم سلامات ان شاء الله للاثنين. شايف عبد الهادي الخميس على الارض،
عبد الرحمن السربل ايضا على العرض ليقوم بسلامه. الان بيروح بيطمئن على عبد الهادي الخميس اخطر لاعبي نادي الكويت واكثرهم جهدا في الملعب، و صنع الهدف الثاني، ضيع فرصه في الدقيقه 46 من الشوط الاول، ربط في الغائم رغم انه مر صح. سلامات يستدعي الان اخصائي علاج طبيعي لاصابه اللعبه. الان لوليد علي في الجهه اليسرى، وليد حاول يمر، وليد علي يلعب كره ارضيه وشايت وين لا سانا لكن خارج الملعب. لاسانا اللي سجل هدف في الدقيقة 32 في الشوط الأول وألقي بداعي التسلل، يعني هدف راح يصبح ظهير أيسر هناك بنادي الكويت رغم أنه هو طبعا ظهير أيمن. خطيرة، روجيريو، روجيريو بيحاول يحضر الجول، جول جول عمل المستحيل، عمل كل شيء روجيريو على الكرة هذه، استخلصها صح واخذها صح ووضعها في الزاوية الأخرى الغائم الأيسر. شوف 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 يا لكن برافو، لكن برافو لسطام الحسيني، برافو سطام الحسيني بيشيلها الركنية اللعبة وين برا الملعب إلى ضربة مرمى في سادس ركني مرصح. شوف 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 يا سلام هنا على السدر وهنا يا سلام مرة أخرى يمر من أحمد حسن ويضعها لكن التألم جانب من الجماهير القليلة في استاد مبارك العيار بنادي الجهرة. وسلامات إن شاء الله يطلع الآن خارج الملعب. سلامة تلعب توصل لكن يبعدها حسين بابا، هذه خطيرة ويحاول بعطها بالجول روجيريو سهلة، روجيريو سهلة. سربل شوف هذه الكرة اللي طبعا هي متوقع كل يعني كرة القدم توقع المستحيل، يعني توقع شيء ما توقعه في عالم كرة القدم أكيد. روجيريو لاسانا مرير وسامي الصانع، سامي الصانع وصل للمرمى تماما يضعها في الشبك الخارجي، في الشبك الخارجي. تبديل طلال ماجد المصاب ومشاركة سلطان عطشان، سلطان عطشان وهو عطشان على اللعب أكيد على دكة الاحتياط بالجهة اليسرى والغير متعود عليها أكيد. ملعوبة بينية دهش زهلال لعبة خطيرة لكن في اللحظة المناسبة يعقوب الطاهر، يعقوب الطاهر وهلها الطيبين. وهذه محاولة على طول لمحمد سعد العجمي، العجمي بيحاول يمر، الخطأ على حسين حاكم، خطأ على حسين حاكم يأتي في الكرت الأصفر الثاني لنادي الكويت. دار ثاني على حسين حاكم في الدقيقة 39 من شوط المباراة الثاني. شوف واضح وأيضا بكل ثقة بهدوء حسين حاكم يقول له صح ما عندي مشكلة الخطأ علي. والتبديل الآن راح يلعب أرنود سيمون الكاميروني. ملعوبة هذه محاولة الجهرة، فينيسيوس في لعبة رمية تماس، طويلة وأمامية ناحية أرنود. البديل الثالث والأخير والمحاولة للجهرة، فرصة ما تعوض في اللحظات الأخيرة والدقيقة 45
فيصل زايد، فينيسيوس تعامل معه، فيصل يا زايد شوف استلم صح وبشماله لكن برا الملعب مر. عزيز هلال سلة كرة أمامية، لك ما تمشي على العموم، خطيرة دهش، لا 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 وستين لا على الكرة هذه يا دهش، قلت لك اليوم ما هو يوم. شوف 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 انفراد انفراد، يعني ما يحتاج انه وين يضحى باليمين ولا اليسار، قال له هذه الكرة خلاص اليوم ما هو يومه ولا قاعد يقدم مستواه، وتكلمت انا قبل اللعبة هذه على العموم، وهذه كرة ملعوبة، محاولة خطيرة بحطها بالجول، اوه الجهرة بيضيع، تسلل في حالة التعادل، الكويت للنقطة رقم 19 والجهرة للنقطة رقم 14، وهنا حكم المباراة نعم الدولي وليد الشطي ينهي المباراة بخروج الكويت والجهرة حبايب 2-2. بدأت الأهداف عن طريق روجيريو ومن ثم فينيسيوس للجهرة وبعد محمد سعد العجمي للجهرة وخالد عجب يتعادل للكويت لينتهي شوط المباراة الثاني بالتعادل الإيجابي 2-2. إذن على الخير والمحبة التقينا، على الخير والمحبة ودعكم دائما حامد كميل، إلى الملتقى.